صباح النور مشاهدينا، صباح النور امين. صباح النور ماري تيريز. انا قلت اليوم ما راح اشوفك، فكرتك رحت على كان. يا ريت. ما نقولش ليت صراحه، انا ما نقولش ليت. طبعا بكره حفل الختام فلازم اليوم اصلا اليوم شنيا احنا بالايام اليوم جمعه فما فول توا ساعة واحدة من مطار بيروت. يلا. فمثل ما شفنا لهم تقريبا 10 ايام فعاليات مهرجان كان السينمائي باحداث مختلفة، كنا حكينا عن الاحداث قبل كمان بفقرة سوا، هلا عم نشوف ختامها قبل بكرة حفل توزيع الجوائز. ما زال هالمهرجان عم يشهد احداث كمان الى جانب الاحداث السينمائية، احداث بارزة حيث نظمت متظاهرات مدافعات عن قضايا المرأة احتجاجا على السجادة الحمراء في المهرجان، ورفعنا لافتة تسلط الضوء على العنف ضد المرأة، وحملت المتظاهرات مشاعل الدخان مع لافتة مكتوب عليها أسماء 129 امرأة يقال أنهن قتلن في فرنسا منذ دورة مهرجان كان الماضية. جاء الاحتجاج خلال العرض الأول للفيلم الإيراني العنكبوت المقدس، وبعد يومين من احتجاج آخر شهدته السجادة الحمراء في المهرجان ضد العنف الجنسي، حيث تعرت محتجة لتكشف عن عبارة توقفوا عن اغتصابنا مكتوبة على جسمها بجوار ألوان العلم الأوكراني، احتجاجا على الاعتداء على النساء خلال الحرب الأوكرانية الروسية. وجاء احتجاج الأحد قبل عرض فيلم العنكبوت المقدس الذي وصفه موقع ديدلاين في هوليوود بأنه فيلم إثارة نسوي عن امرأة تتعقب رجلا يقتل عاهرات، وأحداث الفيلم مبنية على قصة حقيقية لقاتل يدعى سعيد هاني، وقال إنه قتل 16 امرأة خلال عامي 2000 و2001 ووصف جريمته بأنها في سبيل الله ومن أجل حماية الدين لأنهن عاهرات يفسدن الآخرين. وتصدرت الاحتجاجات عناوين الصحف في المهرجان، يعني في مواضيع شائكة جدا هذا العام ضمن فعاليات المهرجان مع وجود نجوم وأسماء كبيرة، وحتى لبعض النقاط قالوه حتى الصحافة العالمية أشارت له أيضا، وأنه يمكن هذه الدورة من مهرجان كان كانت أكثر دورة شهدت احتجاجات على السجادة الحمراء، يعني تقريبا صحيح عديدة. تقريبا في كل يوم موجوده فيه الماخش يكون موجود هناك احتجاج معين عن قضيه معينه، واللي يعتبر وكانه اصبحت هالثقافه موجوده بشكل اكبر من قبل. قبل كنا نذكر خلال فعاليات المهرجان تشوف احتجاج كل سنتين ثلاثة، لكن اليوم نحكي تقريبا كل يوم بالماخش موجود احتجاج معين عنده علاقه بقضيه معينه، واللي قد يصبح يعني بعض فما بعض الصحافه اللي خذت نالت الموضوع من زاويه وأنه مخيف هذا أن أصبح متداول في كان بشكل دوري دائما هناك احتجاجات واستغلال فرصة كان للاحتجاج. من ناحية أخرى ومع القصص الجميلة يلي عم بتصير كمان والأفلام يلي تعرض، عم بتشارك السينما التركية في مهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نظرة ما الموازية للمنافسة الرسمية بفيلم أيام الحارقة للمخرج أمين ألبير، والذي يستعرض قصة مدعي عام في بلدة معزولة يحاول فيها التصدي لفساد مافيا سياسية محلية تتصرف وفق ما يحلو لها في خرق للقوانين دون محاسبة من أي أحد. الفيلم يعيد إلى الواجهة النقاش حول القضاء في تركيا وما يواجهه من إكراهات يتحمل فيه المسؤوليات جزءا من فساد بالطبقة السياسية، ويستغل كل العوامل المتاحة التي تساعد في البقاء على رأس مدينة صغيرة. كمان الوضع الاجتماعي بالدول المغاربية والعربية أحد المواضيع التي تثير اهتمام صناع السينما، ففيلم الحرقة للمخرج الأمريكي من أصل مصري لطفي ناثان الذي يشارك ضمن المهرجان انبثق من هذا الوضع ليقرب الجمهور من صورة حياة شاب يصارع أهوال الزمن لكسب لقمة العيش ويحاول إنقاذ الأسرة من خطر الضياع الذي يهددها خاصة مع وفاة الوالد ورحيل الأم في وقت سابق. كمان السجادة الحمراء يلي هي كتار بينتظروها وكتار بيتقصدوا انهم يروحوا على كان ليكونوا حاضرين عليها، شهدت عدد كبير من النجوم، منهم النجمة الأمريكية شارون ستون يلي حضرت لمشاهدة العرض الأول لفيلم لي زامانديه،
ورصدت عدسات المصورين النجمة كريستين ستيوارت يلي حضرت أيضا بمرور باحتفالا بمرور 75 سنة على عرض فيلم ذا إنوسنت في السينما. وعم بتشارك كريستين ستيوارت بمهرجان كان من خلال فيلم كرايمز أوف ذا فيوتشر وهو من إخراج ديفيد كرونينبيركس. يعني نجوم عددين وأسماء أكيد. كبيرة موجودة بكان، إذا بدنا نعدهم ما رح يخلصوا يوميا عم بيكون. لكن المميز يا أمين أيضا أنه حصلت السينما بوليوود أو الهند على لقب بلد الشرف الرسمي في مهرجان كان السينمائي هذا العام، ووصل العديد من المشاهير مشاهير بوليوود على السجادة الحمراء لمهرجان كان لهالدورة، ولأول مرة منهم بيكونوا مشاركين بهالمهرجان. القائمة طويلة جدا، لكن أبرزها كان شويرا راي، ديبيكا بادوكوبني، سوناب كابور، وهينا خان وآخرين أكيد حضروا، لكن هن اليوم هول النجمات يلي هن أهم نجمات بوليوود موجودين. أيوة، كأنه هالدورة هي دورة بوليوود بامتياز، لأنه ضيف شرف. حتى المميز يلي كان عم ينحكى عنه أنه أكتريتهم بأيام الافتتاح لبسوا ملابس لمصممين هنود، صحيح. قدروا أنه كمان يعرفون على الجمهور العالمي وينقلون لكان. إشارة فقط صغيرة أيضاً، هذا الدورة من مهرجان كان لم تشهد فقط وجود نجوم معروفين في العالم، شهدت حضور نجوم رياضة بامتياز. البارح كان موجود كيليان مبابي، وكان موجود أيضا ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ. يعني حتى نجوم الرياضة وكرة القدم عندهم حضور يعني كبير في هالدورة. فعلا عاد بصخب المهرجان بعد غياب سنة وسنة تانية، مع أنه هناك نقد صراحة للأفلام المشاركة هذا العام، الكل مشاهدوا نقد لكايدو سينما في إصدارها الجديد وفي إصدارها الأخير، كلها تتحدث على أفلام مش بقيمة المهرجان. اليوم نوعية الأفلام يلي موجودة على يعني من سبب جائحة كورونا يمكن كمان كانت مختلفة عن السنوات السابقة. من كمان أبرز الأفلام، لكن فيلم كتير لقى استحسان يلي كانوا حاضرين هو فيلم ألفيس، وكانوا حاضرين نجوم مثل شاكيرا، ريكي مارتن، كايلي ميناغ وغيرهم من نجوم الموسيقى الذين شاركوا وكانوا مصرين أنهم يحضروا فيلم عن نجم مفضل عندهم. لكن الأصداء كانت كتير حلوة وكتبوا على تويتر إن كان شاكيرا وإن كان كايلي وغيرهم أنه فيلم حبوه كتير وحبوا أداء الممثلين. وخطفت جورجينا رودريغيز الأنظار خلال حضورها كمان على السجادة الحمراء بكان، حيث يعتبر هذا الظهور الأول لها بعد خسارتها لأحد توأميها وهي زوجة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو. فمش بس اللاعبين كمان زوجاتهم. على فكرة لبست ثوب من تصميم مصمم تونسي شاب، فنوجه له التحيه، لقبه العابدي نسيت اسمه. فكمان يعني السنه المميز انه مصممي الازياء العالميه، حتى في كثير مصممي ازياء لبنانيه كمان كانوا عم بيكونوا حاضرين مع فساتينهم الرائعه. يعتبر الفيلم بانه الاحدث، فيلم ألفيس يلي كمان هو من الافلام يلي كنا عم نقول انه الناس كثير حبته. وهو الفيلم لباز لورمان صاحب اعمال ناجحه من بين روميو اند جولييت، مولين روتش وغيرهم، واللي عبر السجادة الحمراء برفقة فريق العمل على رأسهم توم هانكس، واللي عم بيأدي أوستن باتلر شخصية ألفيس بريسلي، وبمشاركة كل من عم يلعب دور ألفيس، وتوم هانكس عم يلعب دور مدير أعماله يلي هو كان سيء السمعة واللي كان عم يستغل ألفيس بطريقة مفتوحة جدا. نحن كثير بانتظار هيدا العمل كمان، صحيح. انه ينعرض بالصلاة. صحيح، ان شاء الله تكون هالاعمال كلها موجودة في وقت قريب لمشاهدتها. هيك ختمنا جولة سريعة على مهرجان كان، جولة سريعة والوقت والوقت داهمنا، دائما في عنا وقت محدد. شكرا مشاهدينا. شكرا ليك ماري. شكرا أمين.